طيب استاذ عصام، مباراه مهمه، مباراه صعبه، الناس قد تكون قلقانه من مستوى اداء النادي الاهلي في مباراه الاتحاد السكندري، ولكن في النهايه انت استطعت ان انت تكسب 6 مباريات ب 18 نقطه. صحيح، مباراه ثقيله وصعبه ومهمه حضرتك اوجزتها، وبالتالي كولر يرى انه على لاعبيه ان هم يبداوا يخرجوا لثقافه مختلفه. أيوة. اللي هي استمرار نفس الريتم، استمرار نفس الاداء، وان الماتش ما بيخلصش بعد احراز هدف او اتنين الا باشارات منه، زي ما عمل في الماتش اللي فات او اللي قبله لما بدا يغير وهو كسبان 2 علشان يخلي اللعيبه تاخد نفسها، وقال كده عشان اعمل تدوير والعب اداء ما يكلفنيش جهد عالي او في اخر 20 دقيقه. صحيح، اهو ده بقى سيناريو اهو. لكن انت النهارده محتاج تقول للاعيبتك اللي هو قاله، وبالمناسبه لمن لا يعرف، الراجل اللي بيدي دش سخن ولا دش بارد، الراجل بيقول لهم احنا اشتغلنا بس لسه الشغل ما طلعش. طب وبعدين؟ يعني بيحط اللعيبه معاه في التصور العام للاداء المطلوب حتى يظل الاهلي على القمه. مباراه طبعا يخشى منها الحقيقه، يعني لما تحط كل ده جنب انه الوقت يبقى ده ناقص الانديه تعمل جماعه عشان تكسب الاهلي، يعني ناقص الانديه تقول لبعض يلا نلعب كلنا. كله حلمه بقى حلم النيل من نقاط الاهلي، يعني كل طبيعي. وده طبيعي، الكبير هو الاهلي. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي لازم تساعد الراجل، الراجل جاي لهم بنسخه خواجاتي خالص، اوروبيه خالص، والاداره حسنا ان فعلت ده، لا عنده بقى طور في المنطقه العربيه ولا الافريقيه، فبيشتغل على اعلى موديل. لعيب النادي الاهلي بكياسه وفطنه وهو يلعب معه الاول دائما لازم يستفيد من الجزء ده فنانا يا كابتن اسلام. طبعا. وبالتالي هذا الرجل اعتقد ان هو مع يناير هيكون عنده تغييرات او بعض تغييرات هتؤدي انه اللي بيقدمه للعيبه دي، لانه من النوع زي ما قلنا اللي بيتكلم كلام اللي ما فيهوش مداراه، ده انت بيسمع انه لو اسلام زعلان انه ما جاش الاستوديو النهارده عشان ما كانش معاه، يقول له لا خلي بالك انت ما جيتش الاستوديو عشان ما كانش معاك قلم، اول ما يبقى معاك قلم هتيجي الاستوديو. الراجل واضح صريح يقول لك لعبك بيدك، اه جمال هيجي الاستوديو معاك قلم. هنا لازم نقول لعيبه النادي الاهلي عليكم ان تؤدوا، الجمهور مستني منكم كتير. حقيقي. النادي الاهلي ما شاء الله بعد كده مش هتلاقي يعني اهم واكتر من انك انت محطوط ضمن تصور النادي الاهلي حتى للمستقبل. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، لانها مباراه صعبه جدا جدا جدا. كل المباريات صعبه الحقيقه، بيطلع من المقاولين للاتحاد بتطلع فيوتشر وبعد فيوتشر اعتقد مباريات اخرى، عشان كده كابتن لابد يبقى في اللي احنا عصام برضه لمح ليه، انه يبقى في حد ادنى من التراجع. صحيح، يعني حتى لو انا كسبان طبعا وعايز اتراجع دفاعيا واحافظ على الفوز اللي شاف احافظ عليه وفق ايه سيناريو. صحيح، يعني انا العب برضه وكل حاجه واوفر جهدي للمباريات القادمه لكن بشكل منظم لا يرعب ولا يخض المشجعين والمهتمين والمحبين. ان شاء الله يبقى النادي الاهلي يرجع ثقه كل جمهوره اللي عمرها ما بتروح بالمناسبه، لا وهي رجعت بتفضل دايما موجوده، لكن دايما جمهور الاهلي عنده تطلعات وعنده طموح اكبر واكبر خلال الفتره الجايه. ان شاء الله يوم الجمعه القادم تبقى موجوده في مباراه فيوتشر.